بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، أهلا بكم أحبتي في حلقة جديدة من برنامج مع التلاوة. ويدور الأمر في الحلقة على قسمين: القسم الأول مواصلة الأحكام العلمية، الثاني مواصلة التلاوة من سورة الانشقاق من الآية العاشرة إلى الآية التاسعة عشر. تاني كده بالراحة، يبقى أنا عندي في قسم علمي وفي قسم عملي. بسرعة لأن الوقت ليس في صالحنا، نبدأ بالقسم العلمي، وذلك كان سؤالا في نهاية ما سبق من كلام عن تماثل وتقارب وتجانس. كان السؤال بيقول: أنت ذكرت لنا الأسباب التي أدت للإدغام والإخفاء فيما سبق، لكن في أحكام ذكرتها وفي أحكام لم تذكر. هذه الأحكام التي لم تذكر هي الإظهار الحلقي، ما قلتليش السبب، كذلك ما قلتليش سبب الإظهار الشفهي أو الشفوي، كذلك ما قلتليش سبب الإظهار القمري في اللام الساكنة اللام القمرية، ما قلتليش سبب الإظهار في لام الفعل، وكذلك ما قلتليش سبب الإظهار في لام الحرف. يعني في عندي ما يقرب من 5 أحكام أخذناها لم تذكر لي سببا لها. السبب هو التباعد. فما هو التباعد؟ التباعد بين الحروف، القصد به عند علماء التجويد هو أو هما الحرفان اللذان تباعدا مخرجا وصفة. وهذا في الغالب. هذا فين؟ في الغالب. طيب ليه بنقول الكلمة دي؟ لأن التلاوة بالتلقي ده رقم 1، اوعى تنسى ده. هذه الأحكام جاءت تصف كيف تلقي القرآن، فبالتالي قد يكون هناك تباعد لكن في حكم. مثال: انت عندك النون الساكنة من طرف اللسان نن نن نن، والقاف والكاف من أقصى اللسان قق قق كك كك، ومع ذلك بتقرأ بالإخفاء. يبقى إذن رقم 1، كما تعلمنا في التجانس والتقارب أنه لا يلزم من وجودهما الإدغام، كذلك انتبه للتباعد. في دي بس فقط لا غير. طب الحكم العام للتباعد ايه؟ الحكم العام الإظهار وجوبا واتفاقا، إلا الجزئية اللي قلت لك عليها دي من إخفاء النون الساكنة عند القاف والكاف. طيب هذا التباعد له أقسام؟ نعم له أقسام: صغير، كبير، مطلق. لكن احذر وانت بتقسم هذا التقسيم أن تظن أنه يسير على ما سار عليه التماثل أو التقارب أو التجانس. لا، هذا التقسيم في التباعد من صغير وكبير ومطلق إنما هو جاء على غرار ما سبق من أقسام ليس إلا، لأن أنت خدت في التماثل والتقارب والتجانس هذه الأقسام تدور على الإدغام عملا قلة وكثرة، لكن التباعد ما فيش فيه إدغام خالص. يبقى هذه الأسماء والمسميات التي تراها في التباعد من صغير أو كبير أو مطلق إنما هي تبع لما سمي في التماثل والتقارب والتجانس. طيب تعال كده نشوف الأمثلة ونروح بعيد. ليه؟
شوف آيات اليوم، أول آية هتقرأها وهي وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. شوف كده الواو أو همزة أما من الحلق، وافتكر لما خذنا في التحفة للحلق ست رتبت فلتعرفي همز. إذن الواو انت جربت عملي أو من الشفتين، والهمزة دلك صاحب التحفة والهدية إذ قال لك أنها من الحلق. فلو أن هذا هو اللسان وهنا الشفتان، فشوف الشفتين فين والحلق فين. إذن وأما من أول كلمة معانا في عندك هو متباعدين. طب الواو محركة والهمزة محركة تبقى كبير. شوف كده الكلمة الأخيرة وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. كلمة ظهره في نفس الآية، افتح المصحف وبص كده وشوف ظا مفتوحة وها ساكنة، ظظ من طرف اللسان والها من الحلق، والتباعد بينهما، الأول محرك والثاني ساكن فهذا مطلق. وشوف في نفس الكلمة ظهره بين الها وبين الراء، الها ساكنة الراء متحركة فهذا صغير. الأحكام كلها معاك هيت في أول كلمة من حيث التباعد ومن حيث الأمثلة. طيب سريعا كده بقى للآيات عشان بعد ما خلصنا التباعد وانتهى بذلك الأسباب، من أسباب عرفناها سواء كان لإدغام أو لإظهار أو لإخفاء في أي حكم من الأحكام السابقة. يلا كده آيات اليوم نراجع ما سبق عمليا وننتبه إلى ما فيها من أحكام علمية عملية. أول شيء يطالعنا عمليا أزمنة المد الطبيعي كده وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فخلي بالك بقى من المد الطبيعي وانت بتقرأ، بلاش سرعة. أدي كده أول آية أزمنة المد الطبيعي. الآية الثانية فسوف يدعو ثبورا، المد الطبيعي عشان في كتير بيقرأ بسرعة وأبنائنا خصوصا. الآية اللي بعديها ويصلى سعيرا، انتبه للمد الطبيعي وزمنه فلا يقل في واحدة ويزيد في أخرى. إنه كان في أهله مسرورا، خلي بالك من المدود الطبيعية والمد المنفصل في هذه الرواية. طب الآية القادمة انتبه عشان هقسمها لك للعلم، تقسمها الآية القادمة للعلم، لأن أنت لما هتسمعها في التلاوة هتسمعها على بعضيها فمش هتاخد بالك كويس جت إزاي. فاسمع كده مقسمة، إنه ظن، يبقى كده نون إنه ونون ظن سمعناها واضحة وفيها غنة واضحة. وشوف لما هبدأ إزاي، إنه ظن أن، يبقى لما وقفت مفيش غنة زي نون إنه ولا نون ظن أن. طيب شوف أنا هوصل وهبدأ إزاي، إنه ظن أن لن، يبقى كده نون أن ونون لن لو وقفت غير نون ظن، ولما جيت وصلت أن لن. طيب هكمل بقية الجملة عشان تنتبه بقى لها كلها على بعضيها سماعا، عشان لما تسمع التلاوة كلها كاملة على بعضيها تبقى أنت فاهم أين موضع الغن وأين عدم الغن. إنه ظن أن لن يحور، وخلي بالك من ضم الشفتين كويس عند الواو، ما تفتحش الشفتين عشان الحرف ما يجيش منك غير منضبط. فانتبه لهذه الآية على وجه الخصوص وأنت تقرأها. طيب الآية اللي بعديها هنقف عند كلمة بلى وتبدأ
إن ربه كان به بصيرا. وانت بتقف على كلمة بلى ما تقطمهاش، في عندك مد طبيعي أعطيه حقه، بلى إنه، وتحقق الهمزة بالكسرة كده، إنه، إنه كان به بصيرا. والمد المنفصل من طريق الشاطبية التوسط قولا واحدا، فلا أقسم بالشفق. وتخلي بالك من الصوت ده في آخر هذه الآيات من أول الآية دي، بالشفق، سامع؟ بالشفق، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن. الكلمة دي خلي بالك منها، لتركبن طبقا عن طبق. كده انت أخذت ما في الآيات عمليا. تعال اسمع بقى هذه الآيات وبعد كده نفصل اللي احنا قلناه ده كله إجمالا. اسمع بقى كده، طبعا خلي بالك في الاستعاذة والبسملة هنبسمل وهنقطع بين جملة الاستعاذة وبين جملة البسملة وبين أول آية، لأن الكلام بيبدأ عن من أوتي كتابه وراء ظهره، عافانا الله وإياكم من هؤلاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق صدق الله العظيم. كده انت عرفت ما في الآيات إجمالا، هيا إلى ما فيها تفصيلا آية آية. واحد، سمعت عملي قطع الاستعاذة عن البسملة عن أول آية. ليه؟ واحد، مراعاة للمعنى وتعليم، وده أول وجه يتعلمه المبتدئ إذا تعلم، ما بيتعلمش الأول الوصل، لا، بيتعلم الوجه المقدم في الأداء وهو قطع الجميع، وأن يراعي الأدب في الآيات حينما يقرأ كما تعلمنا. طيب نبدأ الأول مع الحاج نادية من المغرب، اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني بداية الآية شيخي من أين أبدأها؟ نبدأ من قوله تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن
ربه كان به بصيرا، فلا أقسم بالشفق. هنا شيخي أقف لسه هنا؟ لسه والليل وما وسق، لحد لا تركبون طبقا عن طبق. حاضر. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق. جزاك الله كل خير وألف سلامة جزاكم حضرتك الله كل خير شيخي، جزاكم وإياكم. الله كل خير، التلاوة صدق الله أحبتي العظيم. وإياكم، الله يحفظك. التلاوة أحبتي كانت برواية ورش عن نافع المدني، ليس برواية حفص. وفيها ما يلي: من أوتي النقل أوتي مد البدل، ويصلى ثقيلا عما رضا دنا. يعني ورشها يقرأ كما سمعنا كده: يو بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام. واختار القارئ أن يغلظ ويفتح. طيب: ويصلى سعيرا وبصيرا ترقيق الراء، ويقرأ قرش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. بلى اختار القارئ التقليل. ده باختصار أهم الأشياء التي سمعناها في هذه التلاوة المباركة من الحاجة نادية من المغرب. تفضلي يا حاجة سامية. السلام عليكم. وعليكم السلام. يوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعوه ثبورا ويصلى سعيرا. يا حاجة سامية، وأما من، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعوه ثبورا ويصلى ثبورا ويسعى سعيرا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، إن لن يحور. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربك كان به بصيرا، إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق. ما شاء الله، جميل يا أمي، جهد جميل، سعيك مشكور إن شاء الله. وأتمنى تواصلي. معتصم الجيزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معتصم، طيب معلش يا معتصم، عاود مرة ثانية. طيب أحبتي كده، طبعا مش بقول لك دعك مما سمعت، لا، اسمع وتعلم. طيب نواصل سويا ما في الآيات من أحكام. يبقى احنا كده أخذنا الوجه المقدم أداء في الاستعاذة مع البسملة مع أول آية مع مراعاة المعنى، ده واحد. اتنين: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. أستاذة منال من إسماعيلية، تفضلي يا منال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق،
لتركبن طبقا عن طبق. صدق الله العظيم، ما شاء الله، جميل جدا يا منال، وأشكرك على أن أنت ذكرتينا بوجه آخر للبسملة، وهو أن القارئ أثناء السورة يجوز له ألا يبسمل. تطبيق عملي، أحسنتي. صفاء من المنيا، تفضلي. طيب تفضلي، تفضلي يا سعاد من الجيزة، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا حاجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. وأما تاني يا أمي بعد إذنك، وأما من أوتي كتابه. وأما من أوتي، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. سعيرا. ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور، أن لن يحور. أن لن يحور. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه، إن ربه كان به بصيرا. إن ربه، إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. لتركبن، لا تاء اللام مفتوحة، لا تاء. لتركبن طبقا عن طبق. طبقا عن طبق. طبقا عن طبق. الغنة هنا طبقا عن طبقا عن طبق. جهد مشكور يا حاجة سعاد، ربنا يبارك فيكي، وأتمنى دايما أسمع صوتك على الدوام. حاجة سعدية من البحر الأحمر، اتفضلي يا حاجة سعدية. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه كان، المد طبيعي يعني. حاضر. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. طب نفسك يا أمي بالراحة كده، بلى وقفي وابدأي. طب. إن ربه كان به بصيرا. بلى وقفي. بلى إن ربه كان به بصيرا. إن ربه كان به بصيرا. إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. لا تركبن طبقا عن طبق. لتركبن طبقا، طبقا عن طبق. ما شاء الله، جهد مشكور يا حاجة سعدية، وتلاوة طيبة، وأتمنى تواظبي وتستمري على هذا. أحسنت يا حاجة سعدية، ربنا يبارك فيكي. أحسنتم جميعا أحبتي، بارك الله فيكم جميعا أحبتي. فاصل قصير ثم نعود إليكم بحول الله وقوته، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. عدنا بحول الله وقوته أحبتي إليكم، نواصل سويا هذه الآيات كيف تتلى وكيف نتعلم ما فيها من أحكام علمية عملية. أخذنا الآية الأولى، ننتبه
فيها عمليا في إطار ما أخذنا في قوله تعالى وأما الغنة حرف غنة مشدد والسبب التماثل لأنه مشدد، وأما من أوتي نون ساكنة أتى بعدها همزة الحكم إظهار حلقي والسبب تباعد. الأستاذ أحمد الغربية، تفضل أستاذ أحمد. أهلا السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام حبيبي. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن فضيلة الشيخ. اللهم آمين يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. جميل جدا سيد أحمد ما شاء الله، ممتاز، الله يفتح عليك. واللي هقول لحضرتك لا يقلل من جمال تلاوتك. نعم. كلمة بلى حرف جواب رد على الإنسان الذي يقول أنه لن يرجع، فعشان كده تجد المصاحف هنا فيه وقف، وده من المواقع او ده من الاماكن، يعني يكاد يكون اهل الوقف والابتداء مجمعين على الوقف على هذا الموضع هنا كده، لانه رد على ما سبق ونستأنف ما بعد. وعلى فكره كل هذا في اطار وليس في القران من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب، انما تلوتك طيبه وممتازه، الله يفتح عليك. احسنت حبيبي واياكم حبيبي. استاذ دعاء اتفضل يا فندم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. طيب صدق الله العظيم، جزاك الله كل خير. أيضا تلاوة طيبة، لكن في غنة كانت ناقصة، غنة الإخفاء عن طبق. الملاحظة العامة أرجو عدم تمطيط الحركة، وأما بلاش منها، لا تركبون دي بلاش منها، لا تركبون. وأما جزاك الله كل خير. دعاء ليلى من الجيزة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاجة ليلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. يدعو ما الطبيعي؟ يدعو ثبورا. ثبورا برضو في ما الطبيعي في الآخر؟ ثبورا. ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. صدق الله العظيم، جزاك الله كل خير. أرجو تنتبه الحرف المفخم الطاء
طبقا عن ط، والغنة تابعة لمن بعد. ربنا يبارك فيكي. معنا حبيب من سوهاج، اتفضلي يا حبيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ؟ اتفضلي يا حبيبة. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. بص يا حبيبة، لما نقف في أهله وبعدين أبدأ أهله. وأبدأ من أول آية أحسن بقى. إنه كان في أهله مسرورا. أنت وقفت عشان نفس، صح يا حبيبة؟ أنت وقفت عشان نفسك. إيه؟ وقفت عشان نفسك. جميل. أقف، وطالما الآية قصيرة كده أعيد الآية من أولها تاني. ماشي. إنه كان في أهله مسرورا. في أهله مسرورا. في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربي كان به بصيرا. بلى إن ربه، نقف عند بلى وابدأ إن ربه كان بلى به. بلى إن ربه كان به بصيرا. إن ربه يا حبيبة، إن ربه كان به بصيرا. إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. شكرا يا حبيبة، وأرجو نخلي بالنا من اللي قلتلك عليه. الأستاذة ريماس تفضلي. أقرأ؟ تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. صوت التلفزيون عالي جدا يا ريماس. طيب محمد وسارة، تفضل يا محمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. يا محمد، ظهره الراء ترقق، القمري الراء ترقق، فخلي بالك من ترقيق الراء يا محمد. وفي حاجات تانية مهمة جدا عايزك تخلي بالك منها من الحركات. الله يفتح عليك، تفضلي يا سارة. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق
لا تركبن طبقا عن طبق. ما شاء الله يا سارة، تلاوتك أجمل وحركاتك أتم من محمد، بس خلي بالك من كلمة يا حور، ما تعمليش زي محمد فيها، لا خلي الشفتين مضمون لحد الآخر، يا حور كده. الله يفتح عليك يا سارة. محمد من أسوان تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. شكرا يا محمد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، جزاك الله كل خير. لو طيب ابن ربنا يبارك فيك. سحر من القاهرة، تفضل الحاجة سحر. السلام عليكم. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. عن طبق. عن طبق. عن طبق. جزاك الله كل خير. تلاوة طيبة حق سحر، الله يفتح عليكي. معتصم مودي رجعوا تاني، تفضلي معتصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. تلاوة طيبة يا معتصم، وخلي بالك من القاف والصوت والنبرة القوية اللي فيها. تساق طبق. الله يفتح عليك يا معتصم. مودة. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. ما شاء الله يا مودة، جميل يا مودة، وفي أجمل إن شاء الله. يفتح عليك يا بنتي. أستاذ سهام القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق
والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. ما شاء الله، تلاوة طيبة، ربنا يبارك فيك. ونخلي بالنا من الغنة مفخمة في الإخفاء عنط. الله يفتح عليك يا سهام. محمود بن دقهلية تفضل. طيب عاود مرة أخرى أستاذ محمود. طيب أحبتي، ننتبه إلى هذه الأحكام التي أخذناها علميا، هي معنى عمليا يكثر دورانها في الآيات والأحكام. طيب أستاذ نوها تفضل يا أستاذ نوها. السلام عليكم. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. يا حاجة نهى تكرما نصيحة لحضرتك، اهتمي بالحرف الأول قبل الصوت، يعني خلي الصوت ده في آخر حاجة خالص. اتقان الحروف أولا، يعني أنطق كده الحروف وحدها الأول صحيحة سليمة، وبعد كده جمال الصوت في الآخر خالص. إنما تلاوة طيبة، ربنا يبارك فيكي، وكلام حضرتك لا يقلل من شأن تلاوة حضرتك. الله يفتح عليكي. الأستاذة ريماس من الشرقية. ألو. تفضلي يا ريماس. أقرأ. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. جميلة ريماس، وبرضو بقول لك نفس الحكاية، نهتم بالحروف الأول قبل ما اهتم بالصوت. الحروف تنطق نطقا جيدا أحبتي أولا، لأن هي أساس الكلمات، وبعد كده الكلمات، وبعد كده الأحكام، وبعد كده الصوت هيأتي تباعا. ربنا يبارك فيك يا ريماس. طيب أستاذ، طيب تفضلي أستاذ صفاء. جال أستاذ صفاء. تفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره بالراحة بس كده، كتابه و المد الطبيعي، كتابه و كتابه و لا ما زودش قوي، لا هو حركتين بس، كتابه و وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، في أهله مسرورا، في أهله مسرورا، هيما، إنه كان في أهله مسرورا. لا ما زودش عن المد الطبيعي، المد هنا في أهله ما. حاضر. إنه ظن أن لن يحور، 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 بلى، إن لا بلى، لما نقف بلى حركتين بس، بلى، أيوة كده، إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق
لتركبن اللام مفتوحة لتركبن لت لتر لتركبن طبقا عن طبق عن طبق عن طبق. طيب جزاك الله كل خير. طيب أحبتي لا ننسى ما قلناه عمليا فسوف يتكرر فلا تمل، فكل مكرور مملول إلا القرآن وكلام الرسول. هذا واحد. اثنين، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره يعني من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة رأي العين بقى شايفه بعينه، إلى أن قال يقرأ إذا السماء انشقت. انتبهوا أحبتي، مضى معكم الوقت سريعا، لا نستطيع إلا أن نقول في ختام هذا المجلس المبارك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.